هذه هي طائرة الكونكورد الشهيرة. معروف عن طائرة الكونكورد انه هي الطائرة المدنية الوحيدة التي كانت تسير بسرعة اسرع من سرعة الصوت، لذلك كانت تقطع المسافة عبر الاطلنطي بين العواصم الاوروبية وامريكا بسرعة قياسية قياسا ببقية الطائرات. كانت تستغرق رحلة حدود 3 ساعات بلس يعني. الشيء المزعج اللي كان بخصوص هذه الطائرة هو انه تعتبر كانت ملوثة للجو بصورة كبيرة، تلوث صوتي طبعا بسبب السرعة العالية اللي كانت تقطع بها المسافة بين هذين العواصم. لذلك بنهاية التسعينات تم إيقاف الرحلات الجوية لهذه الطائرة وتوقفت نهائيا، والآن هي خارج الخدمة وفقط نلقاها معروضة بالمعارض وما ممكن انه تلقاها تطير بعد مرة ثانية.